عليكم، حياكم الله من الزلازلين المكلبزين في الحلقة السابعة من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. هذا الشابتر السابع ودخلنا للقلعة، وأحلى مكان في اللعبة بالنسبة لي القلعة، لأن فيها زعماء وفيها وحوش وأعداء مميزين جدا. أولهم وعلى رأس القائمة أسود الوجه، فإن شاء الله بنقابله وبنشوفه بحلته الجديدة المعاد إنتاجها في 2023. بس قبل كل شيء خلوني الآن أدور الجوهرة الزرقاء، أبحث عنها. تعالي معي، تعالي معي. أنا بخاطري أطلع الجوهرة الزرقاء هذه، ما أبي أروح من المكان ذا إلا وأنا نافض أمه. أخي تصميم القلعة، تصميم، ترى الزعماء مو بس عادوا تصميمهم، الزعماء اللي تشوفونهم لا الزعيم مثل البيج تشيز المينجز هذا ملك الجو، أيوه هذه البيج تشيز المينجز هذا، غيروا أسلوب قتاله. يا أخي أنا صرت الحين أحب أسلوب قتاله الجديد أحسن من القديم. القديم وشو؟ ما غير يطير ويطيح، يطير ويطيح ويضرب، يطير ويطيح. الحين لا، صار يحذف عليك اشياء، صرت تتوقع هجمات مباغته منه، فانت تحط حذرك اكثر من مره عشان ما تجيك هجمه منه. انا اشوف ان لا، مواجهه ملك الجبنه افضل. تعال خلنا قايضك. بسم الله. Well done. You've proven yourself reliable. اعطاني 6. What can I do you? اوه هذا مسند كتف للريد نوع. عشقي. صبر صبر، اسكت 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 اسكت، حتى البارود يقايضني عليه. لا والله انا هدفي الريد ناين، هدفي الريد ناين يا جماعة. خلينا نشوف وش وصفة ذخيرة مسدس الماجنوم. بلاش مسوي لي يا ولد، والله رهيب التاجر ذا، والله رهيب. دقيقة خلينا نشوف كم حين التصنيع هذي ذخيرة الماجنوم. تحتاج 17 بارود تعطيني 3 ذخائر. واضح ان الماجنوم ما يستخدم الا في الحالات الحرجة. اجل اقول خليني على وضعي هذا. بسم الله. يا سلام يا التصميم. جاء هذا صابغ اظافره. Such a pleasure to finally make your acquaintance. Mr. Kennedy, who the hell are you? Me? Oh, please, call me Ramon. And allow me to get straight to the point. Ramon, Salazar Ramon. I would like you to hand the girl there over to me. Hey, أسود الوجه. Ramon. يلهيبة. The girl's just fine with me. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. How novel. Nonetheless, you see, the girl must be ours. With a girl as the very source, your United States and then the entire world shall overflow with his grace. يا ساتر يا الوجه. The iron will of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. يبدو أني بدأت أتقبل الجديد ذا. ما سويت إيقاف مؤقت أنا في أم الويندوز. You are the lady. إيه. How unfortunate. حبيبي إيش في أم فكك هذا الويندوز. كم هذا مؤسف عطل. أعوذ بالله العروق اللي ناقزة في وجهه. هي عروق ولا هذه شو اسمها علامات تقدم السن تجاعيد. هلا ليون. ليون خليت على دم. Give me space. Okay. ما جاهم شيء. هذول ما ينفكون الا ذكي. فلت 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 فلت. عطى عطى سكين، عطى سكين. ويرم ويرم ويرم. عطى الويرم، عطى الويرم. ويرم ويرم ويرم. نادي مشكل. هذا وش فيه؟ هذا مشكلة، لازم كل شوي تبدل، تسوي الحق لغم لحالك، كل شوي تضغط ار 3. يا ليل داني مشكل.
انا خايف لا بالغلط اروح اختار الماجنوم. شفتوا شلون راحوا للبنت انقضوا عليها؟ ايوه نظام القصر هذا، القلعه ذي لها مفاتيح خاصه فيها. سيتم تمشيط القلعه عن بكره تبيها. طلع مكانها وين ما كانت. ما اقدر طلعت، ما اقدر اطلع حديد. تساعدني لو تركزون بديني اجي من هنا بعدين. خلاص بعدين. انا طقيت قبل شوي طقه خفيفه. ولي تصميم القلعة. أيوة. أنا عندي مشكلة بس فقط مع النباتات. لو أجمعني نباتات كثيرة بكون سعيد جدا. ما شاء الله أكثر من باب. أكثر من باب كلهم مقفلين. نجي معليك. آه البنت أطلعها من هنا. صبر دقيقة. مفتاح هنا. خلاص الحين أطلع البنت. والتماثيل تذكرته. وبعدين قبل شوي يوم الحوار اللي مع سلازار تعطيه وضعية الابتسامة انها واثقة يعني. يلا روحي. هجموا علي. It's open. Good work. خذ خذ خذ. ما شاء الله البارود واجد. البارود واجد مديني اصلا الحين ذخيرة الرصاص. ولا انا اقول اصنع ذخيرة. خلى بعدين الشيت. الماغنوم حط رصاص. احس في هنا مشاكل. هنا انا عندي واحد هنا اسمه ابو مخالب. مين هذا انت تعرفه ذا؟ لا ما بيروح من هنا. يجب البحث عن طريق اخر. ولا مسوين حاط لي اعاقة يعني عشان ما اروح. هنا كأنه قلعة ديمتريسك. Looks like we can continue on this way. قلعة ديمتريسك في الجزء الثامن. وش الطقوس؟ ها؟ ها؟ وش الصوت ذا؟ ولد من معلق هنا. خليني اشوف ايش عليه. Poor bastard. That's no way to go. الله يستر علينا. اذا واحد مميت زي كذا يقول لك ملاحظات المشرف استيقظت في منتصف الليل بسبب تلك الضوضاء صادره من قبو. اصوات مخالب تخدش الجدران الحجريه وعويلا من اللعنات. يكن هذا الرجل كراهيه كافيه لتدمير هذا العالم. اخلف والده وجده في خدمه سيد القلعه بشغل منصب المعذب. هذا اقبح المهام التي ورثتها عائله سلازار. كان شخصا مميزا حتى ضمن افراد عائلته. وات؟ هذا احد افراد عائلته؟ كان مخلصا جدا في اداء عمله وماهرا فيه، فقد كان موهوبا في تعذيب الاخرين. سرعان ما لفتت موهبه انتباه السيد وعندما اخذه للزنزانه. لا يمكنني متابعه الكتاب لانافع، لا اريد ان اتذكر ما حدث. عقلي لا يتحمل سيدا مني ذلك. تلقيت اوامر باعتناء به ان اطعمه ونظف وراءه. كل هذا وانا استمع الى هذا الصوت المزعج كل ليله. لا يمكنني اتحمل المزيد. لقد طفح كيلي لن اتحمل قضاء ليله اخرى مع في هذه القلعه. ساغادر غدا الى مكان بعيد يصلني في ذلك الصوت. ابو مخالب طلع لها قصه يا جماعه. شلون الحين وين نروح احنا؟ هذا واحد ثاني بعد معذبينه. لن يهرب احد. اوف يا الوحشية. الحين اروح من هنا انا. ما ادري. اي انيمال هنا. في حيوانات. انتبه. في ناس متوحشين. انتبه. كمان. مفتاح الزنزانة يفتح لي قبل شوي صح؟ الضياء مفقود. وين طحت انا؟ وينه؟ يا ساتر! مخزق عيونه اشوى ما يشوف. الحمد لله مخلينا ما يشوف.
لا يمكنه يشوف لكنه يمكنه أن يسمع. دبة النملة يسمعها. الحين أنا استفزيته ولا إيش؟ يا صادر بثبتينك. يا زين أبو مخالب خوينا. على الأقل أبو مخالب خوينا يا حبيبي. أتكي أشرب شاهي أنا وياه. أتكي أشرب شاهي وأغزة من ورا. أشرب شاهي وروق أنت. الحين شلون؟ دقيقة دقيقة. الحين شلون؟ أطلع من المكان ده ولا إيش؟ أصبر أصبر. أهدى أهدى. أظن هو بيفتح لي مكان. أو أنا ما أفتح. أطلع أنا خلاص أروح. يلا مع السلامة. شوفك على خير. أهم شيء ما معك أحد يا حبيبي. ترى بيجي عندي. ترى بيجي عندي. ترى بيجي عندي. معي سكينة مفروض راح أضربه. ليون انت ليون راسك لا يطير يا ليون. اظن اتحول الطفيليه زي كذا اضربها. اوه هذه اللي لمستها يسمعها. هذه السلاسل. هو تحت الدواء والعلاد واللي يطيح مني شيء. يطيح منا اغراض يا عيال. شوفون انت بدل حبيبي قط اغراض طلع. ما تقدر تسوي حركة المخلب الفتاك اللي تضرب فيه الجدار. يا الله يا شكله يخوف والله. حاط له 1000 اعتبار. عضه ابعدي ليون كينيدي. ابعدي. شوف اسكت السكين. ابعدي. مهجدهم. انذبر ايها المروح. الحمد لله كان يمديني افلخ ترى بس لا. المواجهات الحتمية لازم لابد منها. بس والله حلوة مواجهته. والله حلوة. يحطك في موقف يعني بتموت اشعارها. بس الحمد لله ما طقني. يا بطل انت. لا يعني مو تفاخرا يعني ولكن يعني دائما الالعاب ذيري. ما معك ذخيرة. ما معك علاج الا قليل. لا خذ حذرك يعني. انا ما العب مستوى قياسي. العب مستوى الصعب. واول مرة اجرب الريميك. لو بلعبها راند ثاني مرة اموري بتختلف. صح شباب ولا لا؟ يلا مشان الشاهي ترى هو سر تفوقي. قامت كحكة. نعم الشاي تشرب وتروق. اوه من ورا هذا عرفتوه. وجع. اي انا سمعت الطقطقة اللي صارت تحت. تعالي تعالي بس. Nothing. You were right about the animals, though. أنت مستحق بشأن الحيوانات. حرام عليك. مش حيوان هذا. هو إنسان انظلم في الحياة ويذوق المرارة. ويذوق المرارة. نعم. الحين نأخذ خلاص. إيش رأيكم ترتيب الشنطة؟ مش ترى أقوى شيء في العالم. بس البروكن باترفلاي وجوده يخلي الشنطة حتى لو أنها عبثية يخلي الموضوع مرة حلو. بالنسبة لي يعني. You okay? هو أنا مخليه تستنى. تعالي تعالي. For now. مش نظام انتظار كلي. إيش اللي ترى اللي اختلف معاها؟
كنت تقولون ايش اللي صارت يا ولد صعبه مره. لا هم غيروا النظام القديم. النظام القديم لو قلت تجلس تجلس ما تجيك لو تصيح عليها بالعذابين. لا لما تناديها يعني تجيك، بس قصدي ما تجيك خلاص وتسافر تروح. طيب ايش رايك تاكل النبته ذي بما ان صحتك تعبان؟ لا شوف شوف اعلمكم. خلني اعلمكم. خلني اعلمكم. وش اللي طلع من الصندوق اللي مكسرته؟ ما طلع شيء. ابى اصنع لي ذخيره. خلاص قررت قرار. اصنع لي ذخيره. انا معي كم الحين؟ معي 16 ولو سويت هذا يصنع لي 7. والرشاش، الرشاش كم معي؟ معي 60. لو صنعت بيعطيني 30 يصير معي 90. والمسدس معي 48، لو صنعت بيعطيني 58. طيب بما اني اكثر شيء استخدم الريد 9 تمام؟ وعرف اضرب بالراس فيه كويس، اصنع واحده. وخلاص بس. مسوي زحمه اخر شيء ما فضى مكان. خلاص اكلها. في شيء هنا؟ اوكي. شو الصوت ذا؟ صوت شيء فر 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 شيء فر فر. صبر لا يكون دمى تضربها او شيء. جماعة الصوت موترني يا شوي. خلنا نروح من هنا نشوف ايش السالفة. والله هو كلش موترني الموضوع ذا. حقت سلازار اضربها. نظام تجمعهن. هذه كانت في الجزء السابع. واو والله المكان الفخم. الظاهر ذا ابوه مدري جده وجدته مدري امه وابوه. رامون سلازار صدقوني عائلته. عائلته قائمة على ملاحم كثيرة. ترى هو يشوف نفسه يعني انه مستحق لهذا المكان اكثر من اي احد ثاني من اهله. اتكلم عن سلازار. 3 قطع. في الكلاسيك كان في قطع زي كذا تحطها عشان تفتح لك الابواب الرئيسية. حبيت كيف انهم غيروا طريقة القلعة. اي لا تعطيني نفس التصميم بالضبط. لا تعطيني. انا اقول اللي يلعبها الحين اول مرة في حياته في حياته. لا تعتبرها جزء سوى له ريميك، اعتبرها جزء جديد. اعتبرها جزء جديد، يعني الثامن بعد نزل كذا جزء اسمه مثلا التاسع هذا. لا تعتبرها تعتبرها، او اعتبرها مكمل للجزء اللي نزل 2019 كانك اول مرة لعبته اللي هو ريزدنت ايفل 2 ريميك. خذ سيف حديدي. وظيفة هنا. اوه لغز. وسيف ثاني. وسيف ثالث. اوكي لازم في دلالة عليهم، لازم في دلالة عليهم. دقيقة دقيقة انتوا لاحظتوا شيء ورا. ايش قالت ايش قالت ايش قالت؟ ايش قلتي ايش قلتي تكلمي؟ انا جالس اشوف ورا افعى افعى افعى. بعدين ليون دقها مرة واحدة وخلاص. ما دقيت انا. الحين شلون حل اللغز هذا؟ شوف شوف الان انا عندي كم سيف؟ عندي 3 سيوف. عندي 3 سيوف. شنو ترتيب السيوف هذا؟ شنو ترتيب السيوف هذا؟ لازم اعرف ترتيبها. سيف واحد صار شيء. كل ما تحط السيف يصير شيء. لا ما لها دخل. يبدو ان بيئة كل شيء يمثل السيف تبعه. يعني مثلا على سبيل المثال هنا الصدى خالصين لان مكان مصدي عرفتم. هنا الذهبي ملك ملك يحب الذهب. هنا الحديدي خلينا نجرب. ضبط شيء. باقي هذا اللي هنا بنشوف. احنا بنشوف هنا اللي هو لما يضغط ذي. شوف شوف ولع ولع. تشوفون ولع الثور معناته اضرب الثور. وين الثور؟ شوف شوف مولع الثور. شوف شلون؟ ادري ادري بطلق عليهم النار. بس انا بضرب ايوه. شوف هنا السيف الاخير هنا. السيف الاخير هنا.
طيب نطلق على اي واحد حاليا عندنا؟ هذا ثور، مو ثور الغزاله اللي كنا غزاله، الغزاله ريئه. وين الغزاله ريئه؟ او هذه الغزاله ريئه، هذه الغزاله ريئه. بعدين هذاك، شوف شوف هذا، بعدين الثعلب ذي. حلو خلصنا، حلو. بعدين اخذ السيف الاخير، ان شاء الله ما حد يهجم علي. اعلمت الحين اغرزه في راسه، تعلمت الان. باقي الاخير ذا اعطيه السيف ذا خلاص، لانه غارزه مغروز واحد هناك، واضح ما بينها 1 2 تشوفون واضح. هذي اللي في، ايش فيك عليهن؟ الغاز يعني مو صعبه مره. يلا جتك، حلو، تعالي عشان اكلس بعدين. يا ولد ابتلشت، والله ابتلشت، شكلي بروح اشتري لي شنطه كبيره، طق امي شنطه كبيره وخلص. لا ما يحتاج تشتري شنطه كبيره، اصنع لك ذخيره وريح نفسك. يلا حلو حلو، تدرون كم معي بارود؟ معي 12، ابى اصنع ذخيره. يلا خذ شتكن يا ولد، يعزك اقسم بالله يعزك في وقت الزنقات. ذكر كلام، ادخل عليك تكت فوق كذا طرحوك. مريم مريم بيع، والله لو تسكتين، لو تسكتين بدل الاصوات ذي، احس اني شايل ذنب معي. مو قلب اقابلكم خوينا ذا لويس. هنا قطعتين، لا هنا عاد قطعتين. لا this is the same room as before isn't it, guess we just circled around. اي هذا المكان اللي جيناه فعلا، هي صادقة تقول هذا المكان احنا جيناه قبل شوي، جيناه صحيح كلامك. احنا الان فوق، التوجه الى الفناء. هم يبون افتح هذا اختصار، بعدين تعال هنا. تبي تجين وراي ولا تدلعين؟ تبي لا تجي تحت. هذيك شنو؟ طير، طير وافعه صح؟ طير وافعه اللي هناك، طير وافعه، افعه صح؟ اظن فتح الباب اللي هناك صح؟ اظن. لا تخليني، الله يخليك، احبك مره. او هذا الباب اللي قلت لكم اجي من البدايه، سعاره رمليه كانت موجوده في الجزء اللي قبل. حلو فتحنا اختصار، انا مو كسرته ذا. الله يستر، الله يجي، اخاف يجي تحت يخطفت. اهبي جت وراي لزقت في ظهري. تعال تعال في سلم فتحته هنا. انت والدتي من جد، هذه لا تعطيها على جوها، والله لا تعطيها على جوها. الحين فتحت الباب اللي هناك، يفترض تشوفون الربع فتحنا. ها شنو يا ولد؟ والله نشبه، تسولف معاي ذي بنص الطريق. وين يا مول؟ ساكته والله ما تنطق ولا حرف الحين. ايه ليه ليه؟ انتظري انتظري امانه، الله يخليك. في باب من هنا معناته بعدين افتحه، ولا خلاص خلصنا من البتاعات ذي؟ خلص شكلنا من البتاعات ذي. يلا امشي معلي، بدوخكم شوي يا جماعه. بس تصميم القصر مره عاجبني، مو القصر، انا ايش فيني غلط شيء قصر، اقول القلعه. يكلمنا من المكبرات. داني مشكيل. تا. Salutations, Mr. Kennedy. Mr. Kennedy. لا لا ماني مستعد. هات هات، وين وين التسلي حقتك؟ ايش يقول ذا؟ شو يقول؟ وين التجهيزات؟ ولا لسه التجهيزات قدام في الطريق؟ يلا خوفني شوي هو. المفروض يقول لسه الى الان، اصبر شوي محضر لك الدسامه. الله يحط لي الحين اشياء قدام، والله بيلعوزني فيها. اصبر تشوفني بعد شوي متوهق. الله لا لا
لا لا لا لا لا. طيب نقرأ. بعض الطفيليات لديها القدرة على التحكم في جسم المضيف. هذه معلومة بديهية بالنسبة لمعظم علماء الأحياء، لكن الطريقة التي تفعل بها الطفيليات ذلك تظل غير معروفة إلى حد كبير. فيما يلي قائمة بالعديد من هذه الطفيليات: ديكروكيلوم، تغير إرقات هذا الطفيلي من سلوك النملة بمجرد وصولها إلى المريء، وعند انخفاض درجة حرارة الليل تتسلق النملة المصابة إلى قمة أحد النباتات وتتمسك بورقة من أوراقها بفكها وقت ذروة رعاية الماشي بهدف التوكل. غاليكسوسوم، تتغلغل بإرقات هذا الطفيلي إلى عقل الأسماك مثل السمكة صفراء الذيل وسمكة الببغاء وتجعلها موطن لها. تصعد السمكة إلى سطح البحر مجرد تعرض الإصابة تسبح حتى تفترس الطيور البحرية. ليكوكولو، يا عمي أسامي طويلة. تنمو الأكياس البوغية الخاصة بهذا الطفيلي في سقان عين الحلزون حيث تنبض مثل الديدان، إنها تغير سلوك الحلزون وتجعله ينتقل إلى قمة نبتة حتى ترى الطيور. مجرد أن تطير سيكتمل الطفيلي عملية البلوغ. يا ساتر، هذه كل أنواع الطفيليات طبعا. حلو الشرح هذا اللي عنهم. كذا أنت الحين راح تميز أي طفيلي من الطفيليات اللي تكلم عنهم. مسكر تبي تحفظ ولا لا؟ أصبر دقيقة، خلص أم المنطقة دي بعدين أحفظ. لا تروح إلا وانت أيوه. هنا عندك منطقة، حنا جينا من هناك، يعني معناتها أحفظ يا عبد الله. بس أكسر هذه دقيقة شو. وعندك باب هنا. أف هيا ذا العلم، تذكرت مود البرازيلي شو يصير فيه. سبحان الله، اللعبة الأصلية مسحت من رأسي. اللعبة الأصلية مسحت من رأسي. أكثر ما يطرب بالي مود البرازيلي. يعود بالله يا مود البرازيلي، يعود بالله. يعيش في بالك. عادي جدا إنك تنسى أحداث اللعبة الأصلية بسبب البرازيلي. خلاني أفكر بأشياء وأيام ما بيها ترجع. هذا وين؟ هذا مو كان الباب الأساسي صح؟ ولا نتهيأ؟ خلنا شو؟ يعني الحين أنا فتحت اختصار الباب الأساسي، خلاص خليه. أجل طريق الأصلي من هنا. لا مو قاعد يضيع ذا. من هنا. تعال يا بنت. الموت وحاط لي نوافير سوداء. الموت يا هالمكان، الموت. هذا الترفيه اللي يقصده. شوف خلال بنتي خطافة. هد ناكل حية. انقط قنبلة. القنبلة ولا تسوي شيء يا رجل. رجلي خطاف البنات. حسبي الله عليكم وإن شاء الله. دقيقة، إيش السوات الذي خلي ياشي حرقتني. وخري أنت لا تطحير. قلني صف كل بكار. عود بشكله مرعب يخوف. هد كمان. احلى شيء لو طاحت ما حد يجيها، يتركونها يقولون عاها ما نبيها. تعال يا ابو شعلة. اح
هذا ما تقدر تصده ولا تصده. 30 يا رجل. جتني غدرة. الحل قنصهم ذولي. هذول يبينهم قنص. قنص من بعيد قبل لا ادخل. تعالي. القنص وين يطلعون؟ صورهم ما طلعوا للحين. اشوف اشوف. لا توتريني لا توتريني. انا قفلهم. والله تعال تعال. خليت وراي 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 خليت وراي. والله 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 واتش اوت الارض. هد هاي الوصف. ها القنيص اللي فوق. ما نقدر نتجنبها بالدفلكت. لا ما تقدر هذه الهدايا. ارجع ورا. عطى على وجهه. شوف البداية دي طيبة مرة صح؟ في احد وراء. ايوه ايوه طبعا. اي تبي تبي. في احد وراء تبي خطفت. تقول انت تبي وجه. خطفة بسيطة يا عالي. تبي يا بنت. ليه ولا تفضحنا قدام البشرية. الله ياخذ أم التعشيق يا شيخ. صياح 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 صياح. Drop the girl. Give me a break already. كذا امان هنا امان صح امان هنا صح. طقوا اشلي زومبي. يلا يلا بسم الله. خلاص الحين دقيقه الحين شغلتي القنيصه. القنيصه الاول. لا لا ما اشوف وينه حبيبي. الام الام الام. الرصاص مو ببلاش ذا. بعد شوي بتحتاجه. الله يخذها في بطنك الكلب. الله يجعلها في بطنك. الله يجعلها في بطنك الكلب. مات؟ مات اشوف. الله يخذ القنيصة. الحمد لله خلصنا عليهم. انا عذاب عذاب هذولي سنايبرات عذاب. اقعد بيم بيم. ليتس جو. شو طلعت حصيلتي كويسه صح؟ اذا خير اللي معي كويسه ما خسرت كل شيء. يا رب في حقات سنايبر. كم سنايبر معاي؟ 5 12. يلا مو مشكله نسوي لهم تصنيع. يا ساتر توتر. هذا طبعا يبي له عتله. لا يطلع لي قرناص الحين. صبر شباب يبدو اني بصنع هذه. الله نبتة الله حاطينها سايبينها لي. عشان كذا انا ما سويت عشان كذا ما اكلت. مو عشان ما اكلت عشان ما عندك. اه صح. خلني انفض ام المنطقة. تايورا ها نبتة نبتة ثانية صح نبتة ذي ولا ايش؟ لا أعوذ بالله. هذه بدايتها ترى على فكرة. هذه استفتاحية مش المنطقة كاملة يعني. هذه بس يا دوب يعني استفتاحية. ابلش. وين طحت أنا؟
من لا خلص على اللي تقدر تخلص عليه. ايوه هذولاك اعطيهم ما عليك ابعطيهم بعطيهم 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 ايوه قبل خمس عيونك بس عشان كذا مود الهارد يصلح للناس اللي يعرفون يلعبون هارد. ايش عنده؟ اجمع الفلوس خلاص. ايش في هنا؟ اخذنا قذائف بندقيه. يا سلام اعوذ بالله. وش هذا الما يا ولد؟ الما ذا المتسرب اللي عندهم يا ولد. نفط هو نفط ذا. حلو خذ خذ. اوه كان في برميل هنا عادي لا تتحسف يمكن يرجعون هنا. يلا مو مشكله بس خلصت عليهم بذكاء انا. اجمع. انا موترني شكل الماء الاسود ما ادري هل انتم متوترين مثلي. مويه وسخه الله ياخذ. شوف هذه التماثيل داني مشكل. ناقصني شاهي ناقصني شاهي عشان اعرف مخبخ على المنطقه ذي. احس يبون يجون الحين. دقيقه بخير ترشاش. عشق رشاش عشق عشق عشان لو صار حفظ مؤقت تمام ولا كل شيء معشي ما احتاج تروح تسوي ذخيره ومدري ايش. خذ يلا هذا قاعد استخدمه على كل البتاعات اللي قبل شوي ومن ضمنهم هذه. يلا اضغط باستمرار. زين انك سويت حقة البرميل عجلة الهالة. تعالي في ناس جو سمعت اصواتهم. وينهم وينهم ولا هم يسبقون يطلعون اصوات بدري؟ حدث واحد منهم. تعال تعال ما تخلك. قنص قنص. حماره انت ولا حماره؟ ليش مخلينهم بنات؟ انتم ملاحظين انهم مخلينهم بنات؟ عمي ذا دائرة دا دائرة. تعال تعال يا الهيوس الرب وخرينا سال أربع. يبخ ايها الكارثي كارثي ذا. اسوي لك الحركه هذه. تعالي يقني اصبني بحالي بحالي. رزخها في بطني رزخها في بطني ومات. رشقها في الكليه نحو لا قوه الا بالله. حول ذا كمان رشقها في الكلية. التحول المخيس. لعبي صح بس هذاك لا يرشق الكلية. لا يرشق الكلية لي. في احد هنا؟
بيت بيت يا نو سويت خايف علي يا بيت يو اوكي صبر يا جماعه بروح اجيب لي شاي بس انا يمكن اقول في غدره هنا خلنا لا دقيقه احب القائمه دي انا احسن هذه افضل شوف ترتيب الشنطه وقيمه يا زين الشاهي بس اخي الشاهي الله العظيم التركيز فل الفل يا سيدي الكل يلا ودينا وين خلي عني اسم بعد شويه الكارثه الكبرى اذا مداك يا عبد الله تصنع هذه شوف شوف اذا مداك تصنع القنبله الضوئيه صنع يا ليت حلو لا خلاص بس لان القنبله الضوئيه بتنفعني بعد شوي لان داني مشكل بيتكاثرون هنا واحد ذبحته هنا انا القنيصه كلهم اللي فوق بلا من اغراضهم القنيصه الاول ما عنده اغراض غريب القنيصه ما عنده اغراض على باب الله القنيصه ولا هم مكان ثاني كانوا يا اخي النغمه كان نغمه الجزء الاول الساوند تراك اللي بالخلفيه تسمعونه نانا عارفه في قلبي ذيك ما يحتاج عارفه الان عاد عندك الكارثه الكبرى حفظ موقف اعطاك اياها على طول قنبله يدويه 100% ذخيره مسدس يا سلام وهنا كمان موارد 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 هتصنع فيها يا ابني يدا ده طب ده طب ده طب ده ولا ده قنبله ضوئيه تفكني من الازمات كلها اطلع يا بت ايش دراك انه بنت تطلع من هنا اصبر لا اطلع يا بت من هناك اطلع يا بت اوكي الله يستر الله يستر يا المكان ذا you gonna be okay yeah I got this Pagarados I'll cover you don't stop بدنا نقطع عليهم اللي فوق الشمعة دي اي شمعة اي شمعة تتكلم انت ان شاء الله ايمك صار صاحي هنا ايوه تقدرون تقولون في احد بيجي تحت ول 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 داون وين عندك اسم انصكيت عين انصكيت عين وايمي خرب بسم الله الرحمن الرحيم راح عن بالي ان الحبايب يتجمعون هنا حمار اتحدث انا جنبك هنا يقول جنب خطفت صح خطف النسوان ولد يلا اشتغلي بسرعه هذه سابق معاها اخلصي خطف شو السالفة ذي طاحت ماتت خطف شو السالفة
انطقت. ما انت مشغول مع اللي تحت؟ مشغول مع اللي تحت اكيد. حول ولا قوة الا بالله. تدلع. جاني بانيك. جاجيش بانيك. يلا روح. الله يستر. بدني جوني. انا بقول الزاوية دي حلوة. جوني صح جوني. شوف جوني ولا لا. شوف منوك صح. ولا نتهيأ لي. كرف ليها وتوكلي. هاي لا طقها. والله ها والله ها ها. هذا اهلب من اليوم. ها ها. الله ياخذك يا كلب. خلا يا حمار. ها يلا خطفت. خطفت واحد جاني. دقيقة. قط لا. أنا اللي قط قنبلة وأنا اللي أتأثر. روحي ضقت فيني ذرعا. جاهلي طج صح. أوه قاعدين يعنفونها. أوكي وانت ما تتعنف إلا نص تعنيف. راح على راسي. والله ماني قاعد اشوف. يلا خلصي. الله ياخذ البطء الشديد. جاها. يا شوف. اخلصي. اشيل الطفرة. وفخوره. تعالي سويتها. تعالي يا البهيمه. اوكي شلون بروح؟ من هنا. خلها شالها. عيني تعالي تستنى يشيله. العيشة معاك أحسن من ليون. شيلني ما لحطه كأنه كذا تقول العيشة أفضل معاك. ليون ما يعتني فيني. يلا خنتكي. يلا خنتكي. ادري عنها. تعالي. خلصت من المنطقة الغديدة ذي. غديدة كل الفناء. الحديقة. أخيرا جينا مكان جديد. نتنفس شوي. ليتني عشقت الدنيا كلها. خلنا عشق من الآن. خليني اشوف يمديني اصنع بارود الحين. يمديني اصنع
طبعا اللي تأثر أكثر شيء ذخيرة هذا. خلني أصنع أنا، أنا بينفعني قدام بينفعني ده. هذا السلاح شقردي من بعيد، أكثر مكان تحتاج فيه سنايبر هي. طيب وقوي سلاح قوي، بس طور الفاير باور حقه برود. عسى ما نشينا ما نشينا عسى ما نسينا شيء. تعال يا الضفعة دفي معي تقولين ما اقدر ليه؟ شلون؟ من هنا؟ لا والله من هنا مسكر. شلون؟ اكيد اطلعها مكان تروح تفتح لي البابي. تعالي. من هنا. اوكي. لا كابكم يبغوا يورونك يعني، شوف ترى بدون اشد ما تقدر تكمل على فكرة يعني. يعني القصة اصلا قايمة على البنت هذه بشكل عام يعني. بدأت تتأثر. شربي دواء كحة مرتش طيبة. Hey, you sure you're good? Yeah. Looks like the right place. ولي. Okay. بدأت تتحول ذي. I think so. صبر دقيقة. Instead of worrying about her, worry about you. تبتسحب مسدس حقي صح؟ English little lady. ها؟ بالسكين يا أشلي. Temperance child. يا ساتر صارت معهم. صارت منهم وفيهم. اي الهبله بغت تقلب علي. الطفيلي سيطر عليها مؤقتا بس اعطاك سيطرة ابو 10 ثواني. رويدك ايها الطفل. كانت طفل قالت انا طفل. اصلا فرقها عيد. اصلا اغني وهيجن ودندن انا الحين. حب تقدر حبها. اصلا منو قال اني حزين؟ فين علامات الحزن؟ علامات سعاده وابتهاج عندي انا. التالي خلنا نلعب جزء بسيط من الثامن. ما شاء الله يختصرون بالشابترات من اول يحط واحد اثنين. علمها المجثم. روس come in. Things went to shit. We took refuge inside a castle, but I've just been separated from baby eagle. Say you. Roos, you're breaking up. الاتصال ضعيف هنا، الارسال ما يقبل. مروحية قالت لي مروحية بس. الشيء اللي حفظته بس مروحية. الفصل الثامن. لازم الفصل الثامن كذا ناخذ عين نظرة. انت على طول مدرعم. لا هذا المكان اللي اصلا نقزنا من عنده تشوفون. بس عشان نعرف الوجهة. بعدين راحت من هنا وسوت علي فيلم. ايها الطفل مدري شنو اخذت سكينة وهجت. وهي تبيها من الله تبي تفقع. على بالها رايحة فسحة. ما تدري ان الموضوع هنا لا يحتمل المزاح. ليش في بحيرة كذا؟ اتوقع ان في جواهر هنا او شيء. شوف طالع زين انت. ما حطوا لي تحدياتهم من بعد الميدالية الزرقاء. والله ما ادري انا ماني قاعد اشوف شيء. خريطتك ما تشوفها انت. بعدين شو الشيء اللي طايح هنا؟ اوه في اشياء تشر. المكان اللي اروح له هنا اللي هو يجب العثور على اشلي. لا ما عندك التحديات اللي قبل الفعاليات. تعال ذيبان. ذيبان انت بلاك ذيبان. ثانك يو. هذه للبيع فقط. يمكن تزيينها. شوف هذه للبيع فقط. اللي للبيع فقط على طول بيعها. للبيع فقط بيع. هذا مفتاح خزنة مع الجثة خلصنا منه بيع. طبعا هذا يشيل جوهرتين وانا معي واحدة. هذا اقدر ازينه ترى الكاس المقدس اقدر ازينه بثنتين بس انه ودك تجيب زرقة عرفتم؟
خلنا نشوف المقايضة. ما أقدر أخذها إلى الآن. باقي لي بس جوهرة واحدة. المال لا يشتري كشي فعلا. السعادة ما يشتريها المال. بس لا جتني فلوس ملايين. بسعد نفسي بنفسي. أنا أقول ذا أبي استهداف إذا حاليا. فبحافظ على جواهراتي. طيب الآن خليك من الجواهرات. الآن التعديل. شو تبي تعدل؟ الريد ناين نقدر نعدل معدل اطلاق النار تبعه. طيب اسكت. خلاص اسكت. سنايبر لو اقويه 20,000 يكلف وهذا يكلف 25,000. انا اقول زود هذا وزود هذا بس خلاص. هذا وجهة نظري. دائم قوة الضربة مهمة. Still have come back anytime. Come back anytime. هنحفظ. الآن اللي علي ومطلوب مني الله يسلمكم. لأني توني بادي اللعبة ما مداني حتى كملت ساعة فأبدعس شوي. بشوف الثامن وش فيه من هنا فصل الثامن. الحمد لله. لا أبشركم الحياة صارت فيها آفاق. شلون يعني آفاق؟ أعلمكم. ركزوا على اني بديت اشيل الاغراض الاعشاب. اسلم. ليش ليش انتم ما حطوا حاطين شو اسمه بنات؟ ليه؟ This is messed up. جنون. انا اذكرهم كانوا يعني رياجيل. ويرم ما في ولا بنت قابلتها ترى في القلعة. أنا أذكر زمان أنت شفتوا بنت قبل. هذا ريميك غيروا فيه. في باب هنا حلو سدوه بوجهي. أفرض تشيكي تشيكي أفرض يحطون تشيكي تشيكي هنا. لا هذول ايش يسوون؟ يمارسون طقوس وراه. بروح اواجههم. وين؟ مستعجع المواجهه. اي وثب وثب. خل نقرا. اعاده اللهيب القرمزي. صوب الوباء صوت الوباء يسكن اللهيب يقود النفوس البائسه الى الخلاص. يجب اعاده اللهيب القرمزي حتى يغمرك النور وتكشف التاريخ. ان شاء الله. جلوريوس 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 جلوريوس. خلنا ناخذ هذا وجه التيس. اقول لك تيس تيس تيس. جلوريا لاس بلاغاس جلوريا لاس بلاغاس. طلع هذا المتحكم الاساسي في القضيه كلها ذا اللي قبل شوي. انا علم. هيه شو صار؟ تعال داني مشكلة. حلو الترفيز. وش السالفة؟ راسي قام يوجعني. هدوا الرجال هدوا الرجال هدوا الرجال هدوا الرجال. الرجال يريد ان يجمع حياته. وين؟ ها انا قاعد اصيح ولا هم يصيحون معاي؟ لا دقيقه كل هذه. يبدو اني استعجلت ضربت البراميل بدري ويبدو اني استخدمت القنبله الضوئيه بدري. الحين عندي خطتين خلاص. خطه البراميل خطه الضوئيه. اصنع ضوئيه من الان. لا تضرب ضوئية من الآن. أصبر أعلمك.
يا عيال دي هي خربانة صح؟ ايش رايكم عيال؟ سويت زي الكلاس ضربته بدري. سويت زي الكلاسيك. والله دقيقة. أبعيدة. لا ما راح أكسر اللعبة، وراح أضربها. بل سأحوص فيها. خلاص أنت تأثر على مخي معاهم. بروح فوق على طول. الحين كلهم تحولوا اللي تحت ابقع فوق. انا الحين تعالوا صحتي نازله هي اساسا. ولا اني تيالي. وفي قني صينا. ما اعرف حلو هم يتاثرون معاي. وفي قني. تحريش ما هو نافعك. عطا يا ساتر. اوه حلو تعالوا يا اولاد تعالوا يا صبايا. تحت في واجد. تعالوا تحت. خربانة مات ابو جلوريوس. اخذ قرمزين حقي. فك ارمي على خويا في تحت. براميل الحين اوريكم. تعالوا كلكم. قنيس ما طلعت الساعة كم يدورني؟ وين راح له؟ اوكي اللي هنا دقيقة. ايوه عظيم. تعالوا هنا. عظيم. مارد. خطة بقى أهرب. أشون ذاك ما عاد قام يحولهم الحين. ما عاد يقول يلا ألقموا يا شباب. ماتوا أربعة الظاهر مع بعض دفعة واحدة. باقي بس صعبة واحد. شوف ضايع المسكين ما ادري ويني انا. انا اعلمك ويني. مين باقي؟ اهم شيء ذبحت راس الثور. اوه هذه ما ماتت الحين. تعال انا الباقي لك في الحياة. انت الباقي لي في الحياة. هي دعسهم. يعني كان يبديني اذبح من البداية. بس انا لا توقعت بيسوي فيني زي الجزء الكلاسيك. يروح له مشهد بعدين وفهمت الفكره. ما حبيت اخرب يعني. والله اقدر ترى اخرب عادي بس احب اتبع قوانين اللعبه السلسه. ترى اعطيته بالماجنوم اذا تلاحظون. ستنت ابو. الحين وقت الحصاد. لا يلا يحب ينزلوا. جلوريوس اطلع فوق الم كل شيء. ما راح اترك ولا حاجه. مش طال المكان. مش هذا. الله يخذ راسك راس التيس. اقول له عنز. اقول له تيس. يقول لي عنز. مرآة مرصع باللؤلؤ والياقوت تنباع عند طويل العمر. جلوريوس واخر شيء يشربه من الخمري. وين الجلوريوس فيه؟ هنا كانوا يجوني من تحت. انت صنجيت من هنا. اي صح. سكين. يا حلوة التلقيط بعد ما تذبحهم. يا اخي له طعم. اوه كان يبديني افجر واحد هنا. كان يبديني اجمعهم وافجرهم. يلا مو مشكلة. ذبحتهم بالطريقة الاصعب. انا وش هببت؟ ليش كسرت الثريا دي؟ ابو
ابو الشباب ثري ليش كسرتها؟ طاح منها شيء. الماس اصفر. الثريه ذيك كلها عشان الماس اصفر. سوي دمج عبد الله. سوي دمج عبد الله. اوكي. هل هذه الحين هذه للبيع فقط. دمج. شوف الحين كم تسوى. شفت 16000 صارت تسوى. طبعا هذا ادمج فيه الحمراء. بس بعدين يبغالي بنفسجية ادمج عليه بيصير شغل متعب عليه. لا لا يبيني بنفسجية. لو ادمجت هذا الحين 23 بس انا بدمج بنفسجية. بس عالها سعي البنفسجية. خلاص. الحين وش الصوات يا ولد؟ بعد ما سوينا الحركات ذي الكثيرة وش؟ ما ادري خليني اشرب شاي. انا اخذت المصباح القرمزي. هذا وين علق ذا؟ هم قالوا تعلق بمكان. لا يكون علق بمكان. في مكان جاني علق فيه شيء صح؟ ورا ورا ارجع ورا. ايه في مكان جاني. خلني ارجع ورا دقيقة. باللورة نبيحة عند التاجر. تاجر الفلس. حرام عليك لا تغلط عليه ولا انسان طيب. انسان طيب ها؟ هو يصير طيب اذا جاني اعطاني عروض. والله صراحة يعجبني مرات يقدم لي عروض. تفضل هذا الحين كان قيمته 70000 الحين 50000 عشانك انت. عشاني انا عشانك انت. بسم الله. هل تشوفون المنطقة ذي اختصروها؟ ترى هناك حتى مختصرة. تدخل عشان تروح تضرب هذاك وتاخذ منه مفتاح وتفتح بوابة. نفس الفكرة بس الحين خلوا فيها اكشن. يسيطر عليك شوي. بعدين تحاول تتفلت منه بعدين يسيطر عليك لازم تروح تذبحه عشان ما يسيطر عليك وهم يضربونك. بعضهم لاحظت بعضهم اللي بالقلعة يقاومون السيطرة. يقاومون السيطرة. ما يعني الدليل يجون يضربوني. الدليل انضرب انا. وبعضهم لا ضعوف. هذه اشلي لازم اجيب. هنا ايش؟ وات؟ اوه مكاني هنا. هدف فرعي وهذا اشلي. لا خلينا نروح للهدف الفرعي شوف شوي. فرعي كذا مشهد سينمائي. في حد طلع. You can stop right there. عيد يا بنت عماش. تعالي تعال. Would it make me use this? لا استخدمي. Well, after six years, that is one hell of a greeting. Ada. Ada, wait. Surprised. Interesting. اي! اي! Try using knives next time. Better for close encounters. كيف يا النصايح؟ Not a bad move. نعم السكينة. سلسة. So who are you working for this time? Oh, Leon. You know I don't work in town. شف شف. ايدا كما عهدناها ما تعلم. غامضة وكاتمة للأسرار. Leave the girl. ليه تركها؟ She's lost no matter what. You walk away now. And who knows? Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? فكرتني مين؟ Right. زين؟ الحين سلاحها. How about we continue this discussion another time? Another time؟ ليش مو الحين؟ تعالي. وين النظارة حقتها ذيك اللي طاحت منها وفيها معلومات تسوي كذا بعدين ليون يصير زي كذا بعدين تروح. شالوا الحركة ذيك حركة الشقلبة حقتها زين. من جد ما لومك. شفتها عقب ست سنين. حسك مشتاق يا الوسخ. والله شوف والله. من ست سنين ما شفتك. الحين هذا طلع هدف فرعي، الهدف الفرعي تقابل ايدي هنا. هلا والله عرفتوها الغابة. هنا قطع عجيب ها. Looks like a trick door. زين انهم غيروا في اللعبه. حاسوا الدنيا حوس عشان احنا ما نعرف. حلو. ساعة فخمة وقطعة مبهمة.
هاي طبعا هناك تنحط، هذه واحدة منهم. وهنا هنا ما شاء الله محذفات هنا، شلون كذا؟ لا هذا مفتاح والله، محذفين للقطع هنا. اتوقع مسهلين الموضوع علينا، يتركون قطعتين بعدين صح؟ خلينا نحطهم حاليا. باقي لي قطعة واحدة بس راح اجيبها. اترك البنت يا ليون. غيرتي؟ غيرتي؟ لا غيرتي. شخل، انا جايب مهمة رسمية. الدولة ارسلتني. اترك الفتاة يا ليون. خلاص عشان بخلي الفتاة. ما ادري. رجال صعب المنال. الرجال صعب المنال. يلا من هنا. تويجر تويجر. I've got some new items in stock. خلينا نشوف ايش. I've got something new for you mate. شبيع. الدرع الواقي. In your pocket or your life. Easy choice. والله اني كنت اشتريه اول بس ما معي قريشات الحين للاسف. بيع له طيب. انبيع له. Thank you. انبيع له. Not bad. انبيع له. A deal well struck. طبعا الساعة لا ازينها بالاحجار الكريمة والمتلألئة. خلينا نزينها. اسكت اسكت اسكت. اول وحدة ادمج فيها ثنتين. جميل. وصارت تسوى. شفتوا كم تسوى؟ خلاص خلاص بس ترى لها شقين فقط. يلا بيع. اني ويلكم. خل نبيعها. ثانك يو. الان بالصلاه على النبي بعلمكم ايش بسوي. معي 62000. خلني اول شيء اشتري الدرع الواقي. اي اوفر ريبير سيرفيسز اس ويل. الغام تي تي. نبيعها. انفورميشن is a commodity these days. خلاص لا تدلنا. لا لا تدلنا لا تدلنا لا تدلنا. دقيقة خلني أول شيء أصنع لي شغلات هنا عندي. مثلا ذخيرة الشاتجن عشان تستهلك منه كل شيء. أيوة الآن أظني جتني مساحة. الآن أسوي معك المقايضة وأخذ هذه. هذه ما عاد قام يبيعها صريقة يضغط فيها مع أنها في اللعبة ما ظني زي كذا. تمنح ترقية حصرية للسلاح. والله شكله قوي. شوف كم تم جوهره. 30 30. Years haven't been kind to us, I suppose. رجعك ظهرك. اسكت احسن لك. That's good work if I do. طيب بما ان معي قروش هنا خلينا نزيد قوة السنايبر. بس خلاص خلاص. لا اني تايم ولا شيء. تعال دقيقة شوف شوف فتحت انا فتحت هذه الالغام. افتح حبيبي طول عشان تقدر ما تنزلني بعدين. الان عملية الحفظ ونكمل باذن الله بالحلقة القادمة بمشيئة الله. طبعا هذه وقفة لاني حاليا احس اني قطعت شوط طويل في القلعة وقابلت ايدا او بين قوسين عيدة بنت عماش وشفنا ايش اللي راحت عنا يعني ايش اللي يبين بالحلقة الجاية راح ندور وين راحت ذلفت ذي البنت. وفي اشياء كثيرة يعني سلازاري كنا تعرفنا عليه مع معاونيه اسود الوجه اسود الوجه الثاني. فانتظرونا بالحلقة الجاية. خلونا نشرب الشاي على الاخر ولا تنسون اللايك يا جماعة. والحلقة القادمة ستكون مدوية وقاسية على جميع الاصعدة. لا تنسون في الحلقة هذه شفنا ابو مخالب وهو ضيف معتبر وله قيمة واحترام. لكن الضيف القادم سيكون أشدهم وأمرهم وأكثرهم لوعة. السلام عليكم. نحن برزازون نحن كالبازون مرة أكشن مرة في غابة أمازون. تأخذنا المطبات حين جيل الطيبون. نتخلي الرعب يستولي وأنتم تلعبون. تبغى الشاي لا تنسى كث الليمون. ها شيبنا من لعبة انت اللون. الوضع في تهور وما هو مضمون. مع كبيرنا عبد الله دوما سعيدون.